وعي القرار الأمريكي والروسي أسباب عدم خروج مجلس الأمن أو مشروع قرار حتى اللحظة يحيي المدنيين ويوقف إطلاق النار برأيك؟ تحياتي لك ولمشاهدينكم الكرام. بالدرجة الأولى، المادة التي موجودة في القرار الروسي وغير موجودة في القرار الأمريكي هي وقف إطلاق النار. أمريكا لن توافق على وقف إطلاق النار، وأيضا بالتأكيد إسرائيل. أما بالنسبة لي القرار الأمريكي، لا، هو يعني بشكل أصبح الأمر كيدي إلى حد ما في مجلس الأمن، ولكن أيضا التفاصيل لا توجد مسودة تغطي جميع طلبات الطرفين. كان المتوقع أن يكون هناك فيتو أمريكي على مشروع قرار الروسي، وأيضا كان متوقع أن يكون هناك فيتو روسي صيني على مشروع القرار الأمريكي. فموضوع وقف إطلاق النار هي النقطة التي يختلف عليها يعني هؤلاء الأطراف الذين يستخدمون الفيتو. الولايات المتحدة ترى أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وبالتالي لن تدرج موضوع وقف إطلاق النار، في حين حصل العكس من مسودة مشروع القرار الروسي. الآن ما يحصل في الأمم المتحدة هو ليس بجديد، ومن غير المتوقع أن يكون هناك توافق يخرج ببيان يدين هجمات حماس، يدين هجمات إسرائيل، يفرض وقف إطلاق النار. هذا الموضوع هو مستبعد حاليا في ظل الاستقطابات الكبيرة التي نراها. الوضع على الأرض ملح بطريقة مختلفة تماما عما نشهده سياسيا ودبلوماسيا وأمميا. ما نشهده في الأمم المتحدة، حتى وإن يعني سمعنا تصريح السيد غوتيريش عندما فقط عبر عن أن ما يحدث في فلسطين وإسرائيل هو ليس بجديد، أو بعبارته التي كانت محددة بوصفه بأن ما قامت به حماس لم يأتي من فراغ، وكان قد أشار إلى إدانة حماس، وأشار بذلك أيضا إلى المعاناة الفلسطينية التي يعانونها منذ عقود. هذا الموضوع تفاقم إلى حد كبير. نحن رأينا عدة مواقف من الجانب الإسرائيلي قبل وبعد هذا التصريح، منها تمزيق بيان أو تقرير للأمم المتحدة مزقه السفير الإسرائيلي، رأينا تغريدة شهدناها على موقع إكس عندما طالب غوتيريش بتقديم استقالته، وأدانه بشدة لهذه التصريحات، رغم أن السيد أنطونيو غوتيريش لم يقل سوى يعني كان موضوعيا إلى حد بعيد، يحاول أن يوجه أعضاء مجلس الأمن بضغط معين لأن يصلوا إلى قرار معين يوقف إطلاق النار، يسمح بالمساعدات بشكل كبير، يوقف هذه المعاناة. نحن ما نستخلصه الآن، الجميع يعلم ذلك، الجميع مقر بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد والملح أكثر من أي وقت مضى، خصوصا في هذه الظروف. إن لم يرغب أحد بتفجير الأوضاع بخارج نطاق السيطرة أكثر مما هي عليه الآن هو حل الدولتين، ولكن على الواقع هذا الحل يبدو أبعد من الكواكب عن الأرض إلى ما هو ممكن أن يحصل. نعم، لكن سيدة نادين، هل استمرار هذا النوع من استخدام حق النقض الفيتو سواء من الجانب الروسي أو الأمريكي أو بقية الثلاث الأعضاء يفقد العالم آلية تنفيذ القانون الدولي في ظل ما نشاهده من انتهاكات وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين؟ موضوع الفيتو يعني تم التحدث عنه بكثرة في الآونة الأخيرة. رأينا الجمعية العامة وكيف تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن إصلاح مجلس الأمن، عن بتوسيع مجلس الأمن أو غيره، ولكن آلية الفيتو بحد ذاتها هي إشكالية الآن في مجلس الأمن، ليس فقط الآن وإنما في عدة قضايا سابقة رأيناها على مدى العشر سنوات التي مضت. الفيتو عندما تقوم دولة باستخدام الفيتو
فهي تمنع صدور أي قرار مهما يعني التعديلات التي تحصل على المسودات وتقديم مشروع قرار مماثل أو معدل عليه وتمت مناقشته. غالبا ما يأتي أعضاء مجلس الأمن إلى طاولة مجلس الأمن وهم يعلمون سابقا بأن هناك فيتو سيتكرر أو سيحصل على هذا المشروع الذي يناقش ذات الموضوع. بهذا نحن نصل إلى أن مجلس الأمن لا يستطيع في حالة شلل لا يستطيع أن يقوم بعمله بشكل حقيقي ومجدي، إنما يعني يبقى أن هناك تسمع الصوت الدولي، تسمع هذه الاحتكاكات وما يجري، تشرح بوضوح الدبلوماسيات بكل دولة تشارك في هذا المجلس كيف تسير، تصل في نهاية الأمر إلى تفاهمات أو لا أو قد لا تصل، ولكن هذا المجلس من شأنه أمور السلام. الآن نعم، لكن سيدة نادين، هل إصلاح مجلس الأمن أمر وارد؟ هو ممكن، هو في غاية في الصعوبة، لأن ميثاق الأمم المتحدة هو ميثاق تم توقيع عليه يعني ببروتوكولات معينة ببنود كثيرة يصعب تعديلها. لا يوجد بند يمكن الأمم المتحدة من تعديل نفسها أو تعديل هذه الأمور، إنما بصعوبة قد تستطيع الجمعية العامة الأمم المتحدة الوصول إلى توافقات تعيد صياغة بعض من بنود ميثاق الأمم المتحدة. ربما هم يتحدثون بالدور الأول أو كمرحلة أولى عن توسيع مجلس الأمن، إضافة أعضاء إلى عدد الأعضاء الموجودين ليكون أكثر من 15 عضواً، وأيضا أعضاء دائمين يكون أكثر من 5 أعضاء. لكن الإشكالية الحقيقية حسب ما نراها هي في موضوع الفيتو، هذا الفيتو الذي دائما يجعل كل مشكلة طويلة الأمد أكثر مما ينبغي ولا يستطيع أن يبت فيها لتعنت أحد الأطراف، لأن هذه القوى الدولية هناك تجاذبات، هناك استقطابات، كل دولة لها مصلحة معينة أو ليس لها مصلحة معينة، فتقوم هذه الدول الكبرى أحدها أو اثنتين منها باستخدام الفيتو. نرى هذا السيناريو تكرر وتكرر، وحتى الآن في أصعب الظروف يتكرر. يعني كل الجهود، يعني أول مرة أسمع الأمين العام المتحدة يتكلم بهذه الصراحة، ورأينا كيف هوجم وكيف اضطر إلى أن يشرح ما قاله مرة أخرى، لأنه قد استخدم بشكل يعني واسع النطاق بطريقة غير لا تتوافق تماما مع ما قاله. هذه التجاذبات التي هي انعكاس لما نراه في الشارع أيضا، انعكاس ما نراه في الشارع العربي، انعكاس ما نراه في الشارع الأمريكي والدول الغربية وإسرائيل. هذه التجاذبات تعكس بثقلها تماما على هذا المجلس. نعم. كما أن الأمور في الأرض عاجزة، الأمور دبلوماسيا عاجزة، ولكن القوى الكبرى يعني أيضا لها، حتى وإن مارست الفيتو، نحن نرى أن هناك ما زال تعويل على الولايات المتحدة أن تستطيع أن تضغط على إسرائيل. نعم. بأن تلتزم بقوانين الحرب. حتى وعد بلفور، عندما كان وعد بلفور في عندما أنشأت دولة إسرائيل، وعد بلفور قال في نصه أن لا تخرج إسرائيل عن القانون الإنساني، وأن لا يصيب مدنيين أي أذى، وأن لا تكون هناك انتهاكات. نعم. نحن الآن نرى عكس ذلك، وفيما إذا أي أحد حاول أن يقول أن هناك معاناة في فلسطين، نسمع أن هناك اتهامات بالمعاداة السامية، نسمع أن هناك اتهامات. نعم. وصلت الفكرة سيدة نادين. حتى الأمين العام ناله من ذلك ما ناله. نعم، من نيويورك الكاتبة الصحفية نادين ساندرز، شكرا جزيلا لك.